ضيف فريد على قناة أنفاس بريس هو الكاتب الوطني للنقابة الموسيقيين المحترفين في المغرب السي مصطفى برطون. مرحبا بك الأنفاس بريس. وشوف راه الصدفة خير من ألف ميعاد، تقول لي تابعك ولا شي حاجة، دخلت لهاد القهوة بالازار. دابا واحد القضية، أنا راه جيت باش زعما نصطاب راسي هنايا، ما كاين حتى شي واحد، وكنكتب شي أمور كتعلق بيا، ولكن العادة يا خويا أنا هاد السؤال اللي بغيت نطرحه لك أنا، واش زعما كاينه صدفه؟ لا، وما عرفناش نسلو الصدفه بكل تواضع. مؤخرا يعني انت كنعرفك بانك انت في اداره الانتاج المسلسل يعني ديال سرب الحمام اللي كان كيتبت يعني 20 سنه دابا. يعني ممثل انه قال لك بان كانوا كيشروا الحويج باش كيمثلوا، واش هادشي صحيح؟ هاد الممثل هذا ما يبقاش تقول شكون. لا قلت لك لا، انا سمعت هاد الممثل اللي هو السي رشيد الوالي، واحترامي الكامل له، وسمعت هاد القضيه هادي وضرتني في خاطري شويه، انه واش علاش ما كنقولوش الحقائق؟ علاش كننكروا؟ داز دابا 700 عام، واش ماتوا هادوك الناس اللي كانوا في فيما تسمى؟ لا باقي حيينا واحد قدامي، كلشي باقي، الاكثريه مساكن الله يرحم اللي ماتوا. ورب حنا ملي كيدوي هو كيقول لك ما كانوش الملابس في المستوى، كنا كنشريهم حنا. الله يا ودي الله، وحنا الدليل والاثبات. اولا كان هذاك المسلسل ديال سرب الحمام، والشهاده مازال لحد الان، وباقي الجينيريك وباقي كلشي. كان واحد الكاستينغ اللي كانوا مثلوا فيه الفحول، كنذكر مثلا حسن سقلي الله يرحمه، محمد مجد الله يرحمه، نوفل البراوي، كانت عائشة ساجد، سعاد صابر، نعيمة إلياس، محمد خيب، وسطاوي، عمر السيد، مولاي عبد الله العمراني، المحجوب الراجي، نور الدين بكر الله يرحمه كما قلتي، سعيدة بعدي، وحافظة بعدي. يعني أسماء كانوا وازنة. وهو كان هذيك الساعات كان في البداية الأولى ديالو السي رشيد الوالي، ومني طرحت القضية ديال الملابس وقالوا ومشينا شرينا من أحد أفخم المحلات كاينين في مدينة الدار البيضاء، وهو قال لك ودي لاش غناخذ وحنا لباس في مستوى أكبر يعني من حجم المشهد. أنا كان ممثل في البادية، كل ما في الامر خصني غير سروال وواحد تريب فقط، هادو راه دابا ناخذهم من الراس. وباقيين كنذكروا انا ذاك مشى خداهم من البال باش يمثل بهم، قيل كنظن كاع القيمه ديال المدينه يتجاوزوا 10 دراهم. فما فهمتش انا علاش ملي كيدوز التاريخ كنساو هادشي هذا وكنبداو كنقولوا مغالطات. المسلسل ديال سرب الحمام قبل منه كانت التلفزيون ما كيفوتش 6-7 حلقات، هذا على اكثر، والمنتج هو التلفزيون بواحد المبلغ هزيل. فكان بالنسبه لمسلسل سرب الحمام كيتعتبر محطه انتقاليه في الدراما المغربيه، لاول مره كيوصل 15 حلقه، وكيكون سبونسوريزي بشركات خارجيه ماشي تلفزيون، ولاول مره كيطلعوا حتى لكاشي هذيك الساعات ديال الفنانه في ذاك الوقت، ومازال عندنا كلشي الادله وباقي عندنا الاثباتات كلشي. بل بحيث هذاك المسلسل فحال مثلا انا سمعت بانه انتقد حتى قضيه المكياج والكوافير. شكون اللي كانت مشرفه على هذا الباب؟ هذا اخت اسماء الحلو، الحاجه اسماء الحلو، ومن لا يعرفها ما ندويش على انها كانت تشتغل مع اجانب دول الغرب وكذا، ولكن غادي نركز معك غير على مصر مثلا، وكانت هي الرائده في هذا المجال ديال السينما وديال التلفزيون وكذا. راه كانت كتخدم مع حسين فهمي، مع نبيله عبيد، مع هادو. كيفاش قلل من الشان ديالها دابا بعد مرور كذا سنه؟ صافي ما بقاش هذيك في المستوى. الاليات باش كنا كنشتغلوا، الاليات راه كتطور من زمان لزمان، ولكن هو راه من يشتغل معنا في ديك الفتره راه عاد كانت مثلا لاغرو ترافلينغ، هادشي ما كانوش كانوا كيخدموا به قبل، وجا حتى لعندنا في هذاك المسلسل وخدمنا بهذه المستويات هذه. فكيفاش كيتضرب هادشي هذا كوردوا كله عرض الحائط؟ انا غادي نقول لك حاجه وحده اخويا رشيد الوالي، نقول ما قال السي نور الدين بكر الله يرحمه في المقوله الشهيره ديالو في الفيلم، ما غنقولش لك راك غادي في الخسرانه حمادي، لا نقول لك راك غادي في الخسرانه ودي با رشيد الوالي. ما عيد النظر في هذا الكلام هذا، لانه قال لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. احترمك واقدرك، ولكن قول الحقيقه، وهذاك المحطه ديال
هذاك المسلسل اللي هو حمادي راه تما فين عرفوك الناس وباقي دابا كيدوه على حمادي. فكنظن ان هذوك الناس وهذوك الستاف وهذوك الجهه المنتجه ولا هذا يستحقون منك الثناء والشكر وتقديم الاعتراف. كيجيوك الانتاجات الرمضانيه ديال هذا العام ديال هذا العام وكل تواضيع غنقول لك واحد الملاحظه لاحظت انا هذا العام هذا شفت شي شويه من بعض المسلسلات وسبحان الله واحد في القناه الثانيه واحد في القناه الاولى وجاو واحد الصدفه غريبه جوجهم كيدو على لافيراي بحال الصدفه اللي تلاقينا بها بحال الصدفه تلا حتى هما كيتلاقاو في هذه الصدفه كي جوجهم كيدو على لافيراي وانا من هنا استحضرت واحد القضيه بان لي وخيلا واقيلا هذا راه شي فال على القنوات ديالنا الرباط والدوزين وخيلا حتى هما جا الوقت ديالهم وخيلا غيمشيو لافيراي هذا الشيء اللي بان لي حتى هما بان لي غادي لافيراي حتى هما والمهم نخلي هاد العلامة استفهام وانت كمل من عندك وصافي من لا ما نبقى ندوي كان على البرامج وهذا ايوا سي برطون سمح لينا مرحبا خدينا من وقتك بزاف لا بكل تواضيع مرحبا وشرفتينا على انفاس بريس الله يحفظك اخويا شكرا شكرا اخر كلمه اخر كلمه ناخذوا الحقائق من عند مواليها وما نبقاش غير اللي جا كنسمعوا ليه وبدون ما نكونوا واثقين من هضرته فين غادا ولا فين جايه إلا قال شي واحد شي حاجة نتأكدوا منها والله يفيقنا بعيدنا هذا الشيء اللي نقول لك